اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعه